جاء في سنن الترمذي أن رجلا من ربيعة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد، فقال عليه الصلاة والسلام وما وافد عاد؟ فقال هذا الرجل على الخبر فقط. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عادا لما قحطوا أرسلوا رجلا يقال له قين، أرسلوه إلى جبال مهرة كي يستسقي لهم، فلما بلغ المكان نادى فقال إني أتيتك من عاد، ما أتيتك لمريض تشافيه ولا لأسير تفاديه، ولكن أتيتك حتى تسقي عبدك الضعيف وتسقي عادا. فأنشئت له سحابة عظيمة فقيل له خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. وأخبر أنه لم يرسل على عاد من هذا الجند العظيم وهو الريح، لم يرسل عليهم إلا مثل حلقة الخاتم. وفي عاد أي في هلاك عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي باردة في أيام نحسات أي مشؤومات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلما رأوه عارضا أي سحابا قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.